وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأرمينية يريفان موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، أرحب بك، وضعنا في آخر مستجدات زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا. آخر فعاليات زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي جلسة المباحثات الموسعة التي لا تزال دائرة حتى الآن بمقر رئاسة الوزراء، حيث استقبل منذ نحو الساعة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، لتجرى مباحثات لا تزال دائرة حتى اللحظة حول سبل دفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل الزخم القوي الذي منحته زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها للرئيس المصري. هذه الزيارة الأولى أيضا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأرمينية يريفان. هناك عدد من الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل على واقع القمة الثنائية التي عقدت صباح اليوم بين السيد الرئيس ونظيره الأرميني، حيث تم الاتفاق على تجدد أو استئناف اجتماعات اللجنة العليا الوزارية المشتركة المشكلة بين الجانبين، والتي كان آخر اجتماع لها في عام 2017. تم الاتفاق على استئناف أعمال هذه اللجنة واجتماعاتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين للبلدين، وكذلك استئناف اجتماعات منتدى رجال الأعمال من الجانبين على ما يبدو خطوة عملية تتخذ على أرض الواقع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد الرئيس. أيضا هناك عدد آخر من الخطوات التي تم الاتفاق عليها: الاستعانة الفنية بالخبرات المصرية في مجالات النقل والبنية التحتية، تبادل الزيارات بين البلدين على مستوى رجال الأعمال ورجال القطاع الخاص فيما يسمى بعثات طرق الأبواب لاستكشاف الفرص المتاحة التي تحملها فرص الاستثمارية المتاحة التي تحملها عدد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، وأيضا الاستعانة بالخبرات الفنية وتدعيم الدعم الفني المقدم لأرمينيا من جانب مصر عبر صندوق الدعم الفني لدول الكومنولث، والذي يقدم منح تدريبية لرفع كفاءة القدرات وبناء القدرات والكوادر الأرمينية في عدد كبير من المجالات. هذه الزيارة أيضا تدشن لصفحة جديدة من العلاقات على مستوى التنسيق والتشاور السياسي. كان لنا منذ قليل لقاء مع الوزير المصري وزير الخارجية سامح شكري، أشار خلاله إلى أن مصر مهتمة بتطورات الأوضاع واستقرار الأوضاع في منطقة جنوب القوقاز، لما لهذه المنطقة من أهمية استراتيجية وجيوسياسية كثيرة وكبيرة. أيضا هناك اتجاه لدعم وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الأخرى، من بينها دعم انضمام مصر إلى التكتل الاقتصادي الأوراسي، الأهم هو في منطقة شمال ووسط آسيا، الذي من المنتظر أن تنضم إليه مصر رسميا بحلول العام القادم، الذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا، أرمينيا، قرغستان وكازاخستان. بانضمام مصر لعضوية هذا الاتحاد أو التكتل الاقتصادي الأهم في هذه المنطقة، سوف تتاح فرصة بالغة وسانحة أمام المنتجات والصادرات المصرية. نعم. للنفاد إلى أكثر من مليار نسمة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى منطقة شرق وشمال أوروبا، وأيضا يتيح لنفاد الصادرات التي تنتج من هذه الدول للنفاد إلى المنطقة العربية ومنطقة البحر المتوسط وجنوب أوروبا عبر البوابة المصرية. نعم. لما يربط مصر من اتفاقات تجارة بينية تفضيلية مع كل أطراف الإقليم المهمة بالنسبة أيضا لأرمينيا. إذن تشابك وتفاعل المصالح بين البلدين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي يؤشر إلى تدشين صفحة جديدة من العلاقات سوف تشهدها هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، استنادا إلى هذا الزخم المهم الذي تمنحه زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجملة العلاقات التي لطالما ربطت كل من أرمينيا ومصر. نعم. الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأرمينية يريفان، شكرا جزيلا لك.